نعم. قال رجل من العوام مصلي لكنه في صفته أمكر من ثعلب، ومن يعني يعرفه يتعب. يا لطيف. هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين، كان هو المخطئ فيه، انتصر لغير الحق، ليس نقاشا فقهيا، مسألة عادية. فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول السلام عليكم فلا يرد السلام، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك لأنه لم يرد السلام، لأنك رأيت في ذلك كفاية من شره. فهل هذا العمل مشروع أم أن يجب أني أظلني أسلم عليه كل ما ألقاه؟ إن سلمت عليه كل ما لقيته فذلك هو الأفضل، وإن أعرضت عنه فهو جائز.